ضربنا وكانت الاساتذه حي الله جابها، روح الاساتذه ما يجي الاساتذه، منه مصيب منه استشهد بس يجي ما يجي اساتذه. هلا بعد وقت اطلاق النار طاحت الاساتذه بفضل الله وصاروا يجوا ويلبوننا طلباتنا وشي كل شيء نقص ما يعطونا اياه. مو حلو هاي سناول هاي شباب حديد حصل شباب حديد تبعي عملنا عنا كثير من صعوبات خاصة بالأقبية كنا قبل إطلاق أخلاق النار كنا قاعدين بالأقبية فبتلاقي لا تهوية لا إضاءة جيدة خاصة كان عندنا تدفئة على الحطب فالدخان الصلبة اللي حوله هذا بيعمي وما عندك مكان يطلع الدخان منه حاليا صار في هدوء بلا في هدنة فطلعنا على المدارس قعدنا هون أنظفناها قعدنا فيها الحمد لله تهوية جيدة وإضاءة جيدة ولكن وين ما كان في دمار حطام هدم اي لحظه ممكن الحيط هو عليه فطلابنا يعني عانوا من صعوبه التركيز كثير معنا بسبب قله الاكل ويعني حتى انه ما في شيء صفى يعني صفى عند الطفل عند الاهل حاسين انه ما عاد في هدف للحياه صلى الله عليه وسلم